مرحبا عم اخوي، يسألون افضل معالج مال الشعر، يعني كرياتين للكسرة مال الشعر وللتشابك وللكيرلي، بنفس الوقت يكون معالج، يعني يكون هو بروتين للشعر ويكون هو كرياتين معالج. هذا الامريكي، هذا البطل كله انت ما تحتاجيه، يعني هذا البطل تاخذه من الصالون لان سعره غالي 220. انت تحتاجين هاي ال 100 مل، هاي 100 مل سعرها ب 25، 100 مل سعرها ب 25 تكفي شعر لهنانه، شعر لهنانه كافيه عليه. طريقة ما طويلة، انت دخلي على جوجل ودخلي على اليوتيوب وشوفي الطريقة مالتنا، طريقة طويلة. هذا يبقى الشعر 6 أشهر سرح وحرير. هذا مو مثل باقي الكرياتين اللي موجود، البرايم والاجاليز والنترو، لان كلها تنش نتيجة 6 أشهر شعر حلو وحرير، بس وراها يصير عندك تساقط، وراها السلبيات مالته تبقى. هذا ممكن اقل ضرر، لان هذا بي 4 زيوت معالجة للشعر، بي زيت ارغان وزيت جوز الهند وزيت خروع، يمكن بي 4 زيوت. بس انت ما راح تحلين مشكلة، هاي ما راح تحلش مشكلة دائمية اذا عندك تساقط او اذا شعرك تعبان. اذا تردين تحلين مشكلة ابتعدي من الاصباغ وابتعدي من القصر، لانه الصبغ والقصر هو اللي يحرق الشعر، يخليش تعالجين منه وتاخذين زيوت وتاخذين معالجات وتاخذين شامبوات وتخربيهن بصبغة واحدة. فانت ابتعدي من الصبغ وابتعدي من القصر حتى لا تشترين هاي الاشياء، لانه الشعر صعب يرجع. واغلب الاشياء اللي تسبب تساقط قلنا الصبغ والقصر، الفقر دم والغده. سوي تحليل اذا الفقر دم والغده او الديتري عدتش نازل او صاعد، يعني تعالجيهن. زين اذا تعالجيهن كل جسمك يتغير، حتى وجهك يتغير، ملامحك تتغير، النمو بشعرك يتغير، النمو باظافرك يتغير. سوي تحاليل وعالجيهن. هاي شغلتين صارنا وثلاثه. السهر يسبب تساقط، الحالة النفسية والدراسة، اكو مشتتين بالدراسة حيل، يعني عندهم فد مراحل مهمة بشوفها مشتت وقلق، القلق هم يسبب تساقط. بس الاشياء اللي واحد يقدر يبتعد عليها هي الصبغ والقصر، ابتعدي عليهن ولا تدورين علاج لهن، يعني ما اخلي ايدي بالنار واروح ادور عصارة مع حروق، ما يحتاج. تحياتي.